السلام عليكم، صباح النور. بزاف ديال الميساج ديال واش اللايف غيبقى مسجل ان شاء الله. غادي نخلي اللايف مسجل باش اللي ما استطاعوش انهم يحضروا اللايف دابا غادي يحضروه من بعد. داكوغ، يلا اون كومونس ليكزيرسيس ديالنا. ما غنضيعوش الوقت في لي رابيل ديال لي لوا دو ماندل باسكو عندكم لا فيديو في يوتيوب نورمالمون علمتكم البارح على اللايف. Donc, le normal, quand vous avez un petit peu de temps, vous avez une petite révision de la loi de Mendel, soit sur YouTube, soit dans le cours de Yalkoum. Je ne suis pas là, mais je suis live, je vais vous faire un petit peu de rappel ou déjà sur YouTube. D'accord? Je vais vous faire un live enregistré. Je vais vous faire un petit peu de temps. Je vais vous faire un live enregistré. Yalla, je vais vous faire un petit peu l'exercice de Yalna. اول حاجه دابا نتوما اللي كتشوفوا دابا اللايف واش كيديرونجيوكم هاد لي ميساج اللي كنتوصل بهم ولا كيكونوا حيت انا دابا كيجيوني في وسط ليكرون بالنسبه ليا انا الا كنت انا كنشوف اللايف غيديرونجيني شويه سينو الا ما كانش كيديرونجيكم غنخليه وماشي اللايف انس و لي ميساج غنخلي اللايف غادي نخلي اللايف سي بون جو لاس لي ميساج اللي كيقول نو وي علينا يلا بسم الله دونك نبداو ليكزارسيس ديالنا دونك الوغ هاد ليكزارسيس لكم سي ديال 2016 بي سي دونك اون شيرش نبداو بسم الله اون شيرش ا كومبروندر لو مود دو ترانسميسيون دان اليل موتون شي لو ديامون ماندارين اسبيس دوازو دونك انا في الامتحان ما يبقاوش يدوخوني اسماء جداد ديال دي زيسبيس ديال شي مالادي ما دوخنيش سميات جداد بالنسبه ان نبريسيزي هاد النقطه هادي في الاول بالنسبه لي لوا دو ماندل راه ديال اس في تي وديال بي سي وديال سيونس مات لي تخوا فيليير سيونتيفيك يقدروا يتبعوا معايا ماتنا متفقين دونك نكمل دونك خداو غيدرسوا لا ترانسميسيون ديال واحد لاليل ميتون عند واحد لاسبيس ديال الوازو ان افيكولتور يعني ان اليفور ديال لي زوازو يعني اللي كيربي هاد الطيور ا رياليزي دو كروازمون انتر لي انديفيدو دو فينوتيب سويفون ان فينوتيب سوفاج à face grise et un phénotype muté à face noire. Donc, qu'est-ce qui dérange les messages? Donc, on masquait les messages. Voilà. On va utiliser les symboles grand B et petit B pour les deux allèles, sauvage et mutant. Donc, on a dit que c'est l'allèle grand B ou l'allèle petit B, ou là, nous avons dit que les croisements diables comme les croisements diables, شكون هو الدومينون لان دابا عندك دو زاليل واحد سوفاج اللي هو لاليل ريسبونسابل على فاس غريز الوجه تيكون غري وعندك واحد لاليل ميتو اللي ريسبونسابل على فاس نوار انه يبان عنده اون فاس نوار الوجه ديالو يكون فيه الاسود دونك هنا دابا ملي كيعطيك غون بي و بيتي بي مازال انت ما عرفتيش شكون الدومينون شكون الريسيسيف مثلا من غتعرف بان في خلال الكروازمون ديالك بان الكري هو الدومينون فهو اللي غنرمزو ليه بغون بي ومن غتعرف بان النوار هو اللي غيكون عندنا ريسيسيف فغادي نرمزو ليه بيتي بي دونك انا دابا جيكسبليك لي بيتي ديتاي دي شوز اللي يقدروا شي واحد يتبان ليهم بانال ولاني انا راه كنتلقى هاد الاسئله لان كاين التلاميذ اللي مساكن ما ضابطينش هاد الامور مزيان في القسم فانا غادي نشرح لي ديتاي وخا تجيكم كاين شي وحدين غيجيهم داكشي راه بانال وعادي وراه باين ولكن راه كاين اللي ما تيجيهش عادي دونك انا غادي نشرح حاجه بحاجه باش ما تضروش انكم تطرحوا الاسئله دونك عندنا غون بي اي بيتي بي واحد غيكون مسؤول على فاس غريز واحد غيكون مسؤول على فاس نوار دونك نمشيو نشوفوا لي كروازمون ديالنا انا دابا مع راسي كنشوف الكروازمون هنا مثلا هنا الكروازمون راسمينو لنا مزيان ما نحتاجش نحولو سو فورم دو شيما مي انا سكو جو فو كونساي انه فيما يكون عندكم لوا دو ماندل لي كروازمون كيكونوا مكتوبين سو فورم دو باراغراف هو التمرين الثاني غادي نوريه لكم
باش التلميذ ما يدوخش وباش ما تدوخوش حولوهم على شكل رموز بحال الشكل اللي شرحها لكم في يوتيوب في الدرس ديال الواد مندل. المهم حنا نوصلوا لهذا الشيء. الوغ دابا لو بروميير كروزمون تما بين شكون وشكون، عندي ان وازو مال افاس نوار اي ان وازو فيميل افاس نوار، بجوج بيهم عندهم لافاس ديالهم نوار. اول غومارك عاوتاني، ماشي اول غومارك مي غومارك واحده اخرى، انه من تشوف مال وفيميل ماشي صافي غير ذكروا لك الجنس لو سكس، هذا راه مال وهذا فيميل، صافي يمشي بالك بان راه لو جين اتوديي الي او سكس. ابدا، عندكم ثلاثه ديال لي زانديس باش كتعرفوا بان لو جين الي او سكس، راني عاطياهم في يوتيوب وان شاء الله من نخدم معكم تمرين، راني قلبت على واحد التمرين لي او سكس من نخدمه معكم غنوريكم شنو هما هاد لي 3 زانديس. الوغ هنايا عطاونا زوجنا جوج ديال لي زوازو، واحد مال واحد فومال، بجوج بيهم افاس نوار، خرجوا لنا دي زانديفيدو افاس غريز اي دي زانديفيدو افاس نوار بنسبه واحد على ثلاثة، جوج على ثلاثة. حاجه اخرى عاوتاني غومارك اخرى، دونك انا كنحاول نصحح لكم بعض الاخطاء اللي كيداولوها التلاميذ بزاف، ماشي حينت فاس نوار فيها نسبة كبيرة جوج على ثلاثة وفاس غريز فيها نسبة صغيرة واحد على ثلاثة يخليك تقول بأن فاس نوار هو دومينو، فاس غريز هي يعني لا لي المسؤولة عليها ريسيسيف. أبدا، عمر لي بورسونتاج، واحد خدا بورسونتاج كبير واحد خدا بورسونتاج صغير، دونك هذاك اللي خدا كبير هو دومينو واللي خدا بورسونتاج صغير هو ريسيسيف. جامي كنبينو الدومينو الريسيسيف بحال هكا، داكوغ؟ حنا نشوفو كيفاش غنبينو الدومينو الريسيسيف. وشوفوا هاد لا غومارك ردوا ليها البال، بعض المرات كيكتبوها هنا بعض المرات كيكتبوها في وسط التمرين، لو كروازمون ريسيبروك او لا انفرس يعني المعاكس دون لي ريزولتا ايدنتيك يعني دون لي ميم ريزولتا. عقلوا هاد الغومارك غادي نهضروا عليها، الا كتبوها لكم في الامتحان ضروري ما ديروها في الاناليز، الا ما ذكروهاش لكم ما كديروهاش في الاناليز، دونك انا غنوريكم كيفاش غنديروها في الاناليز. لو دوزيام كروازمون مال افاس نوار اي فيميل افاس غريز، دونك هذا عنده وجه نوار وهذه عندها وجه غري، فمين نمشي نشوفوا لي بورسونتاج خرج لنا 50% فاس غريز 50% فاس نوار، دونك عاوتاني نفس واحد الخطا عاوتاني كيقولوه ليا التلاميذ بزاف، سدا 50% غريز 50% نوار، راه عندنا كودومينونس، جامي 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 لي بورسونتاج يبين لكم لا دومينونس، واش واحد دومينون واحد ريسيسيف او لا كودومينونس، دونك هذا عنده هادو بجوج بهم عندهم نفس النسبة لا يعني عندنا كودومينونس. شنو هي كودومينونس؟ كودومينونس هي لابل لك واحد الطوير فيه فاس غريز وفاس نوار، يعني وجهه فيه لي دو كولور غري اي نوار، فإلا بانوا لنا لي دو كولور في نفس الانديفيدو ظهروا بجوج بهم في نفس الانديفيدو عندك الحق تقول كودومينونس. كودومينونس يعني بجوج بهم دومينون، بجوج بهم كيبانو، داكوغ؟ دونك هنايا البورسونتاج بحال بحال لا يعني ان عندنا كودومينونس بتاتا. دونك اجي دابا من بعد ما درسنا شويه الجدول ديالنا ولا لي كروزمون ديالنا نمشيو نشوفو باش نشوفو لا كيسيون ديالنا. دونك 3A pardon. Alors 3A en utilisant les résultats du premier croisement. ردوا البال اشنو كيطلبوا منكم في السؤال. En utilisant les résultats du premier croisement فقط. يعني دابا غنستعنوا غير بهذا. ما غنشوفش هذا بتاتا. غنشوف هذا غنستعن غير بهذا. Déterminer le mode de transmission du caractère couleur de la face chez ces oiseaux. سمعوني مزيان. هاد السؤال هذا ديال déterminer le mode de transmission du caractère. هاد السؤال معنيتها ديروا une petite analyse ديال لو كروازمون ديالكم، يعني عطيونا كاع المعلومات فيما يخص هاد لو كروازمون. دونك اجيو نشوفوا المعلومات اللي نقدروا نخرجوا من هاد الكروازمون، دونك عقلوا مزيان حيت هاد السؤال كيتعاود بزاف هاد السؤال في لي لوا دو ماندل. دونك ديتيرميني لو مود دو ترانسميسيون دو كاركتير معنيتها عطيونا اون بوتيت اناليز، عطيونا مجموعه د المعلومات لي زانفورماسيون اللي نقدروا نخرجوا. ها هو حبس لي كومونتير، انا كنخلي لي كومونتير باش نشوف الا كاين شي كيسيون ولا ساعه كاينين شي وحدين مخصومش يديروا لي كومونتير، ماشي مشكل. الوغ دابا يلا نمشيو نشوفوا ديتيرميني لو مود دو ترانسميسيون، يعني نعطيو الاناليز. اول عارضه كتكتبوا
العريضة الأولى اللي دائما نبدأ بها الأناليز ديالي هو أش من إبريديزم تندرس، واش مونو إبريديزم واش دي إبريديزم. دونك هنايا أش كيبالنا، كيبالنا عندنا جوج ديال لي فينوتيب، فينوتيب نوار، فينوتيب هو مظهر خارجي، وفينوتيب غري. فهنايا كاين بعض التلاميذ اللي كيشوفوا نوار وغري كيقول لك عندنا دي إبريديزم. الله يرضي عليكم. ان كاركتر، شنو هو لو كاركتر؟ صفه. ان كاركتر مثلا نعطيك مثال ديال لا كولور ديال لي زيو باغ اكزومبل. دونك هاد مي كتقول لا كولور ديال لي زيو هذا سي ان كاركتر، صفه. وليني واش لا كولور ديال لي زيو فيها لون واحد مثلا؟ بيان سور كو نو. مثلا عند الانسان عندنا كولور نوار، بلو، غري، فير، مارون، اتسيتيرا. هادو دابا اللي ذكرت لك سو سون دي فينوتيب. دونك لو كاركتر فيه بليزيور فينوتيب. دونك اللي مسؤول على الكاركتر سي ان جين. لو جين اللي مسؤول على لا كولور فيه عدة أنواع، فيه بليزيوغ فيرسيون. هادوك لي فيرسيون كنسميهم دي زاليل. دونك لو جين دو لا كولور دي زيو فيه بليزيوغ عدة أنواع، بليزيوغ فيرسيون. فيه سوا عندي أليل نوار، أليل بلو، أليل فير، أليل مارون، إلى غير ذلك. دونك هنا مي كنقولك كندرس لا كولور ديال لي زيو، وخا نذكرلك عشرة د الألوان، هذا لا يعني عندك دي ديس إبريديزم بين قوسين، متفقين؟ هنايا الكاركتر اللي كندرس هنايا سي لا كولور فقط، لا كولور ديال لا فاس ديال لي زوازو، ولا كولور ديال لا فاس لي زوازو فيها جوج ديال الانواع، جوج ديال لي فينوتيب، سوا فينوتيب نوار سوا فينوتيب غري. دونك مادام كندرس غير لا كولور ديال الوجه، ما قلناش لك لا كولور ديال الوجه، اولا مثلا لا تاي ديال لي بي ديال لي بات ديالو، اولا لا فورم ديال لو بيك ديال الفم ديالو، etc. هادو سو سون دوطخ كاركتر. هنا كنهضر على كاركتر واحد اللي هي لا كولور ديال لا فاس. دونك اوني دون لو كا دو مونو ايبريديزم. دونك ديما ردوا البال. فوالا. دونك هنايا اون اتيدي لا ترانسميسيون دان سول كاركتر كي اي لا كولور دو لا فاس. دونك اوني دون لو كا دو مونو ايبريديزم. صافقين؟ دونك هادي اول سطر كتكتبها في هاد الجمله ديال ديتيرميني لو مود دو ترانسميسيون اللي كيقصدوا لكم به. ديروا لنا اون بوتيت اناليز ديال هاد لو كروازمون. دونك ساليت مع العريضه الاولى اللي هي المونو ايبريديزم. الجمله نعاودها لاخر مره. اون ايتودي لا ترانسميسيون دان سول كاركتر كي اي لا كولور دو لا فاس. دونك اون اي دون لو كا دو مونو ايبريديزم. سالينا مع الجمله الاولى. تاني حاجه كنمشي نشوفها اللي هي وهادشي هاد لي زيتاب هادو كاملين راني ذاكراهم في يوتيوب. الا بغيتي تعاود تريفيزي راني ذاكرا هاد لي زيتاب بالترتيب شنو خاصك تذكر. دابا ملي كتمشي تشوف مونو ايبريديزم، ثاني حاجه كتمشي تشوف لا بروميير لوا دو ماندل اسكي لي فيريفي. شنو معنيتها؟ واش اي لي فيريفي او با، واش محققه ولا لا. كنمشيو نشوفو لا جينيراسيون اللي خرجات. الا خرجت لك اون جينيراسيون اوموجين، شنو كنقصدو اوموجين؟ اوموجين يعني كلهم عندهم ميم كولور، كلهم عندهم ميم فينوتيب. يعني كي خرجوا لنا كلهم عندهم غري اولا كلهم عندهم نوار، كتقول لا جينيراسيون اي لي اوموجين. هنايا خرجت لنا جينيراسيون هيتيروجين، غير متجانسه. اش كيبان لكم فيها؟ كيبان عندي فاس غريز، شي وحدين خرجوا عندهم فاس غريز وشي وحدين خرجوا عندهم فاس نوار. دونك مخلط، شي عنده وجه غري شي عنده وجه نوار. دونك سي با اون جينيراسيون اوموجين، ماشي متجانس، داكشي مخلط غير متجانس. دونك هنايا شنو كنقول؟ بيسكو الوغ نعطيك الحاله العاديه، الا خرجتنا لا جينيراسيون اوموجين كلهم عندهم ميم فينوتيب، اش كنقول؟ اون ا اوبتوني اون جينيراسيون اوموجين. دونك لا بروميير لوا دو ماندل اي فيريفيي، انسي لي بارون سون دو راس بور. حفظوا هاد الجمله هادي، فيها ثلاثه ديال لي بارتي. دابا انا خرجت لي جينيراسيون هيتيروجين، غدير العكس ديال الجمله. On a obtenu une génération hétérogène, donc la première loi de Mendel n'est pas vérifiée, donc les parents ne sont pas de race pure, c'est-à-dire ils sont hétérozygotes. De race pure, il y a homozygote, d'abagulna, ils ne sont pas de race pure, c'est-à-dire hétérozygotes. D'accord ? Donc, Hadi, le jour de la tienne, il y a un petit peu de temps, il y a un petit peu de la vidéo, il y a un غنسجل بيان سور لايف، تقدروا ترجعوا تعاودوا تحفظوا الجمله ديالكم، ساشون كو راه ديجا ذكرها في لي فيديو ديال اللي شرحت فيهم الدرس. دابا ساليت مع الجمله الثانيه،
كنمشي للجمله الثالثه. الجمله الثالثه شنو كنذكر فيها؟ كنمشي نشوف شكون دومينون شكون ريسيسيف. الوغ هنا دابا في هاد الحاله هادي عندي شي حاجه زايده قبل ما نمشي نشوف شكون دومينون شكون ريسيسيف. فاش ذكرت بان لا جينيراسيون الي هيتيروجين اش كنلاحظ؟ كنلاحظ هاد النسب هادو واحد على ثلاثة وجوج على ثلاثة، وحفظوها وعقلوا عليها مزيان. مين كتبان لك هاد النسب واحد على ثلاثة جوج على ثلاثة، او يقدروا يحولوها لكم ان بورسنتاج. واحد على ثلاثة يقدروا يحول لكم 33%، وجوج على ثلاثة 66%، 33% و 66%. غير يبانوا لك هاد النسب 33% 66%، اولا هاد لي بروبورسيون واحد على ثلاثة جوج على ثلاثة. سولا فو دير كون اي دون لو كا دان جين ليتال اي يل فو لو مونسيوني او نيفو دو لاناليز. يعني دابا في لاناليز ديالنا فين توقفنا؟ توقفنا في لا لوا دو مندل. قلنا اون اوبتوني جينيراسيون هيتيروجين دونك لا بروميير لوا دو مندل ني با فيريفي انسي لي بارون سون هيتيروزيغوت نو سون با دو راس بيور. كنرجع للسطر وكنقول اون رمارك كون ا اوبتوني اون جينيراسيون كونستيتوي دو 1 سور 3 d'individus à face grise et 2 sur 3 d'individus à face noire. كتعاود تكتب لهم هاد النسب كل واحد شكون هو النسبه ديالو. دونك نيشان ما فيها ما فيهاش زعما تخمم، هي تبان لك النسبه واحد على ثلاثه جوج على ثلاثه ما تبقاش تخمم راها جين ليتال. كتكمل الجمله ديالك غتقول دونك اون ا لو كا دان جين ليتال، عندنا الحاله ديال مورثه مميته. ليتال هو مميت، يعني حتى لو كا ديال شي واحد غيموت لينا في هاد الحاله هادي. حنا نشوفو كيفاش كنعرفوها. اي اون بو بريسيزي في لاناليز ميم اون بو بريسيزي لو جينوتيب. هنا فو افي لو شوا سوا فو بريسيزي في لو جينوتيب في لاناليز، سوا حتى كتمشي دير لي شيكي دو كروازمون يعني دير لانتربريتاسيون كروموزوميك وكتذكرها لتحت. مي ما كخسرتي والو الا درتيها في لاناليز. دونك مي كتقول لهم اون اي دون لو كا دان جين ليتال ou que dire facile ou qu'est-ce que c'est dans le génotype et ou que dire le génotype dialo sachant que nous sommes d'abord le même le génotype tellement qui est dominant là dominant donc n'ayez pas n'a pas qui m'a dit n'a je compte dominant je compte récessif donc mine rien de douche compte dominant je compte récessif enfin le génotype n'a rien compte dominant là dominant donc من الاحسن نكتبوا بان عندنا لو كا دان جين ليتال ونخليو مثلا هاد لو كا ديال لو جينوتيب نخليو حتى من بعد سي با غراف. الوغ هنايا من غنجي نكمل اشنو غادي ندير؟ دابا صافي حددت بان بينت لهم باللي راه عندي لو كا ديال ان جين ليتال، وشنو الدليل على ذلك؟ هو انني عندي لي بورسونتاج واحد على ثلاثه جوج على ثلاثه. صافي الله يجعل البركه. غنرجع دابا وغنكمل الاناليز ديالي. الوغ من بين عاوتاني لي زانفورماسيون اللي خاصني نذكر منعرضه يعني المواليه اللي خصنا نذكرو هو شكون قلت لكم قبيله شكون دومينون شكون ريسيسيف. دونك هنايا باش غنعرف شكون دومينون شكون ريسيسيف لو نورمال الحاله العاديه شنو كنا كنلقاو؟ مثلا زوجنا نوار مع غري وخرجتنا لا ريجينيراسيون كلها مثلا كنعطي مثال لا علاقه بهذا، خرج لنا الجينيراسيون كلها عندها لا كولور غريز. اش كنقول؟ مادام هذا هو اللي بقى وهذا اختفى لنا دونك هذا هو دومينو، وهذاك اللي ما بقاش كيظهر هو الريسيسيف. هذا هو لو كانورمال الحاله العاديه والسهله. دابا هنا عندي حاله جديده، كيفاش غنحدد هنا الدومينو والريسيسيف؟ قلت لكم وياكم تمشيو تقولوا لي هذه نسبه كبيره دونك هو الدومينو، هذا نسبه صغيره وهذا هو الريسيسيف. ابدا داكوغ. دونك هنا شنو غنلاحظ؟ زوجت نوار مع نوار، وركزوا معايا مزيان، نوار مع نوار وحصلنا على اون جينيراسيون غريز ونوار. شنو كنفهم هنايا؟ انا هنا كانت عندي نوار ونوار، شويه في لا جينيراسيون بانت ليا هاد لا كولور غريز. فهاد لا كولور غريز راه ماشي طاحت من السما، ماشي عاد تكونات، راها كانت هاد لا كولور غريز كانت عند لي بارون ولكن ما كانتش باينه. يعني لا ليل ريسبونسابل ديال هاد لا كولور غريز كان عند لي بارون ولكن ما كانش باين، ما بان لينا حتى ولدوا لنا هاد لا جينيراسيون. دونك مادام هاد لا كولور غريز راه كانت عند لي بارون وما كانتش باينه اوتوماتيكمون الي ريسيسيف، و نوار اوتوماتيكمون دابا بلا ما نخمو راه غادي يكون هو دومينون. اسكو سي كلير؟ دونك نوار مع نوار خرجت لنا لا كولور غريز. مادام خرجت لا كولور غريز هذا يعني ان لا كولور غريز راه كانت عند لي بارون ولكن كانت ما بيناش دونك ريسيسيف، وهذه لا كولور نوار غتكون هي دومينون. دونك هنايا كنرجعوا للسطر وكنقولوا لا ليل ريسبونسابل دو لا كولور غريز
أولا نبداو بلا كولور لاليل ريسبونسابل دو لا كولور دو لا فاس دو لا كولور نوار دو لا فاس اي دومينون اي اون لو سيمبوليز بار وكنستعمل الحروف اللي هما عاطينا دونك عاطينا هنا غران بي اي بيتي بي غران بي لاليل اللي غنلقاوه دومينون بيتي بي لاليل اللي غنلقاو ريسيسيف دونك شكون اللي لقيت انا دابا دومينون هو نوار دونك الجمله ديالي غنكتب لاليل ريسبونسابل دو لا كولور نوار دو لا فاس est dominant et on le symbolise par grand B, B majuscule. Alors que l'allèle responsable de la couleur grise est récessif et on le symbolise par petit b, B minuscule. Est-ce que c'est clair? Bien. D'abord, une fois qu'on s'allie avec le dominant récessif, c'est parce qu'on a trois choses essentielles qui sont toujours là. Quand on a l'hybridisme, mono ou l'hybridisme, la deuxième chose que tu vois, la loi de Mendel, elle est vérifiée ou pas. Ou telle chose que tu trouves la dominance, chnou li andek, wach co-dominance, wach dominance complète, etc. Donc, on a dit dominance complète, on a dit wach dominant, wach récessif. Rekoula marra f tamalin, kik drouzi de koum chi haja. Bhal matana hnezdna, hadrna li hum ala le gène létal. Donc, ré tchouf wach de la tlata, juste la tlata, nkar li hum flanalise, billi ra arfti hum billi c'est un gène létal. Ou hnezd koum ha tani had la remarque. La remarque marra tizi douha marra la. Fahna la remarque, chou galk, le croisement réciproque. Ou l'inverse, dans les résultats identiques. Alors, le gène est lié au sexe ou l'allah. Ça veut dire quoi? Donc, les indices, lié au sexe, ça veut dire, c'est-à-dire, le gène est porté par un chromosome sexuel, les indices, واحد فيهم يكفي انك تقول لهم راه لو جين لي او سكس يعني ماشي بالضروره خصك تلقاهم ثلاثه واحد فيهم راه كافي فمن بين هذوك لي زانديس شنو عندنا كيعطيكم ان لو برومي كروازمون كيقول لك مثلا زوجنا ان مال دو فاس نوار مع اون فيميل عندها فاس غريز انا كنعطي غير امثله دابا وحصلنا على شي جينيراسيون والدوزيام كروازمون تيقول لكم دابا اش خدينا في الاول خداو مال نوار دابا ياخذوا الفيميل هي لي نوار والمره الاولى خداو الفيميل غريز دابا لا غياخذوا المال هو لي غريز هذا اون لابيل ان كروازمون انفيرس او لان كروازمون ريسيبروك تزاوج عكسي لهذا عكسنا لي سيكس في لي ريزولتا مي كنشوفوا لا جينيراسيون كتخرج لنا لي ريزولتا مختلفه des résultats qui sont différents le premier croisement. Donc, il a rejoint un croisement, ou un croisement inverse, et on n'a pas obtenu les mêmes résultats. On a rejoint les résultats fichkel, ou on a résultats fichkel, qu'un goulbi, un le gène est lié au sexe. D'accord ? Ou on a d'autres indices, on a rejoint les résultats, inchallah, on a rejoint les résultats liés au sexe. D'abord, on a rejoint قال لك بلي لو كروازمون ريسيبروك او لا انفيرس دون لي ريزولتا ايدنتيك كيعطيني لي ميم ريزولتا كو قال لك نو دون با لي ريزولتا ايدنتيك غتقول لهم دونك هاد لو جين هذا كو جو سوي ان تران ديتودي اي لي او سيكس مادام لي ريزولتا سون ايدنتيك انتر لي دو كروازمون يعني العكس يعني ان لو جين ايتودي ني با لي او سيكس تو سامبلومون يعني هاد لا رمارك ميني تذكرها لكم في الامتحان ضروري الله يرضي عليكم ما تذكروها في الاناليز دونك في الاناليز شنو غنمشي اخر جمله غنكتب في الجواب ديالي على هذا السؤال غندير عريضه غنقول لو كروازمون ريسيبروك دون les mêmes résultats ou les résultats identiques donc le gène étudié n'est pas lié au sexe au salam bien دابا ساليت مع لا بروميير كيسيون شو شحال ذكرنا فيها شحال هضرنا فيها دونك كتجبد كاع المعلومات اللي عندك دابا السؤال الموالي ديدويزي لو جينوتيب دي زانديفيدو ايون لو فينوتيب سوفاج اي دي زانديفيدو ايون لو فينوتيب ميتون قالك ديدويزي ما تيقول لك ديدويزي استنتج معناتها ما تدير لا جوستيفيكاسيون كوز عندكم هنا جوستيفي ديك الساعه تحتاج دي جوستيفيكاسيون مي في اي سؤال كيف ما كان ماشي غير في الواد ماندل مين تيقول لك ديدويزي عطي الجواب نيشان ها هو الجواب كلمه ولا اسم ديال شي فينومين ولا اسم ديال شي رياكسيون ولا ديدويزي ما تتفسر ما تستنتج ما تشرح لهم ما تحل لهم ما والو دابا هنا عاوتاني نفس الشيء غادي نحط الجينوتيب ديالي نيشان قال لك ديدويزي لو جينوتيب بلا ما نبين لهم كيفاش عرفتها ايتترا ديال من ديال لي زانديفيدو ايون لو فينوتيب سوفاج اي دي زانديفيدو ايون لو فينوتيب ميتون الوغ لي زانديفيدو اللي عندهم ان جينوتيب سوفاج
Ça veut dire quoi, phénotype sauvage? Phénotype sauvage ou face noire, d'après le texte d'Yelna? Non? Alors, quel est le fort? Ah, ouah, je te promets, le phénotype sauvage, pardon, à face grise, ou le phénotype mutant, ou à face noire. Donc, il y a grand B, il y a grand B, ou à noir, noir, il y a dominant. Donc, il y a mutant. Ou face grise, ou phénotype sauvage. Ou face grise, il y a récessif. Donc, il y a sauvage. Donc, il y a. يعني انتم في الامتحان ديالكم شنو قالوا لكم ديدويزي لي جينوتيب دي انديفيدو ايون لو فينوتيب سوفاج اش غتكتب هنايا لو فينوتيب ميوتون دو بوين وغدير كران بي وترجع السطر باردون لو فينوتيب سوفاج بين معقوفتين بوتي بي دو بوين دو بوين وتعطي لكل واحد لو جينوتيب ديالو باش تبينوا لهم بلي راه عرفتي هذا هو جينوتيب ميوتون فينوتيب ميوتون وهذا هو لو فينوتيب سوفاج دابري لو تكست دونك هنايا نبداو بالسهل هاد لا فاز نو غريز باردون اللي هي الفينوتيب سوفاج اللي حنا عرفنا بان غري راه ريسيسيف دابا مادام ريسيسيف حفظوا هاد القاعده الريسيسيف اي توجور هوموزيغوت قبل ما نبقى نخمم واش يكون عنده غران بي او بيتي بي او لا يكون عنده غير بيتي بي توجور توجور حفظوها ما بقاش الوقت دابا نبدا نفسروا علاش ايتترا توجور لو ريسيسيف et homozygote بين قوسين انا نفسر دغيا دغيا علاش il est toujours homozygote حيت الا كان hétérozygote hétérozygote يعني غيكون عنده grand b ou petit b فمجرد ما غيكون grand b واش غيبان لك petit b ما غيبانش grand b هو الدومينو عليه غيبان ليا لاليل grand b ما غيبقاش يبان لي petit b alors ما كاينش هاد الحاله باش يبان ليا انا لاليل ريسيسيف petit b الفينوتيب ريسيسيف ضروري ما يكون homozygote دونك انا عطيت الجينوتيب دائما فين الريسيسيف homozygote من نمشي دابا لغران بي غران بي عندنا فيه جوج احتمالات اما كيكون دومينون هوموزيغوت جوج بيهم غران بي لا غران بي او لا يقدر يكون غران بي لا بوتي بي ولكن دابا انا هاد الحاله هادي ما غتكونش ما غنكتبهاش علاش لان اكتشفنا باللي عندنا ان جين ليتال و لو جين ليتال قبيله كنا نكتبوها لو جين ليتال قلنا دائما تيكون دومينون على دومينون في الحالة ديالكم نتوما هاد العام ما تخمموش في حالة أخرى دونك مادام هاد غران بي على غران بي سي ان جين ليتال يعني راه كيموت ما كيتكونش أصلا ما كيتولدش إما كيموت في الرحم ديال الأم ديالو إما كيتزاد وعاد تيموت دونك سو مادام أنه ما كيموت ما كيكونش يعني أي واحد أي انديفيدو أي طوير من هاد ليسبيس ديالنا غيكون عنده غران بي يعني غيكون عندها فاس نوار إلا وأكيد أن الجينوتيب ديالها غيكون عنده غران بي على بوتي بي حيت لا غران بي كيموتو ما كيبقاوش حيين ما كيدوروش كاع ما كاينينش دونك اكيد ان غيكون عندها لو جينوتيب هيتيروزيغوت غران بي لا بوتي بي وهنا ما مضطرينش كي قلت لكم تشرحوا علاش هنا درنا غران بي لا بوتي بي وعلاش هنا خديناه هوموزيغوت لان اش قالوا لي في السؤال ديدويزي كو قال لكم افيك جوستيفيكاسيون ايوا غتجي هنايا وغتقول لهم باسكو لو ريسيسيف اي توجور هوموزيغوت وغتجي لهنايا وغتقول لهم باسكو اون ا لو كا دان جين ليتال دون سون جينوتيب اي غران بي لا غران بي Ainsi, le génotype du phénotype grand B sera grand B là, petit B. Hachi kougalouli comme justification, hna matabish mna la justification. Voilà, donc haka nkounou salina la question petit B. Rendouzou daba, quatrièmement, donner l'interprétation chromosomique. du premier et du deuxième croisement ديما شوفوا النصيحه اللي كنصحكم لان فاش كنجيو نصحوا في الامتحان راه كيبانوا لنا التلاميذ مساكن غير مع الستريس هو غير ستريس مرات ثلاثه السوايع والله تا كافيكم وفيتكم الهي راه كنقولها ديما للتلاميذ ديالي راه الامتحان اللي كنعطيكم راه ديال ساعتين الامتحان اللي كنعطيوكم راه ديال 2 اور وديك 1 اور حنا كنعطيوكم دوزو امتحان في 3 اور ديك 1 اور غير باش التلميذ اول مره كيقرا التمرين خاصو يفكر خاصو يدير الوساخ ايتترا راه عندكم الوقت الكافي حيدوا منكم ديك الفكره انه راه الوقت ما كيكفيناش ولو يبان لكم 5 د لي باج 6 د لي باج ما تخلعوش راه لي دوكيومون كبارين شادين البلاصه راه عندكم الوقت الكافي وراه ملي كنخدم مع التلاميذ ديالي امتحان وطني كامل دو ا ا زد كنلقاو ساعه ونص وحتى لساعتين سالينا امتحان وطني وهذا الشيء وحنا كنتناقش معاهم وكيعطوني الجواب وكنملي عليهم وتيكتبوا ساعتين كنساليو امتحان وطني دابا هذه كنعطيكم التجربه ديالي باش ما تبقاش تدخل الفكره ان الوقت ما كافينيش وقت كافيك خدموا على خاطركم قراو التمرين مزيان بشويه عليكم
سطروا، ها هي النقطة اللي بغيت نركز عليها، سطر. بحال مثلا هنا بعض التلاميذ غيمشيو غيبان لهم انتربريتاسيون بروميي بروميي كروزمون جوستيفي، غيمشي يدير لنا غير ديال هاد كروزمون، ولا غيبان له غير دوزيام كروزمون غيضيع النقط. دونك ديما سطر. Donner quoi? L'interprétation du premier croisement, et du deuxième croisement. Justifiez votre réponse avec un échiquier de croisement. Justifiez votre réponse avec un échiquier de croisement. L'interprétation chromosomique. Un échiquier de croisement. Donc, je vais vous justifier avec un échiquier de croisement. Donc, dites-moi s'il vous plaît, d'autres exercices. Exploiter, يعني خصك دير لاناليز ديتيرميني بوي ديدويزي اي جوستيفيي فخصني نستر على كل حاجه باش ما يضيعوش ليا النقيطات يلاه دابا نمشيو نديرو لانتربريتاسيون كروموزوميك ديال لو بروميي اي ديال لو دوزيام كروازمون الوغ نبداو كنجي بحال هكا وكنكتب بروميي كروازمون انا دابا كنكتب بلابريفياسيون باختصار باش ما نضيعش الوقت انت تكتب كروازمون مقاده صافي دونك لو بروميي كروازمون شنو درنا فيه Mâle à face noire, ma femelle à face noire. Juge bihom face noire. Face noire, gulna huwa grand B. Ma'amen, ma'a grand B. Wahed mâle, wahed femelle. Yak? Kamchi l'tacht? Donc, hada. Pardon. Le premier croisement, kadron dilo P fois P. Les parents, yani hadou l'aba, kif tqdr tkhliha khawiya. Ad kadjil hina yo katkseb phénotype. دابا انا نكتب لك فينوتيب ولكن بعدا نبقى نكتب غير بي فينوتيب هي فين غنديرو واحد قلنا فاس نوار والاخر حتى هو فاس نوار واحد مال وواحد فيمال دونك هنايا بروميير كروزمون سوا درتي بي فوا بي يعني بارون لان الاولين اللي زوجناهم فهما الابوين الا ما كتبتيهاش ماشي مشكله داكوغ هادو هذا بارتيغ من الفينوتيب هي اللي مهمه غنجي دابا لتحت مورا فينوتيب عندي جينوتيب دونك هنايا جينوتيب قلنا غرون بي يلاه جاوبنا عليها في كيسيون ديال ديدويزي قلنا اي دابا انديفيدو في هاد الطيور اللي عندهم غرون بي ضروري ما غيكون هيتيروزيغوت غرون بي لا بوتي بي ما عمرو ما يكون غرون بي على غرون بي حيت غرون بي على غرون بي سي ان جين ليتال كيموتو دونك حتى هذا غيكون عنده غرون بي لا بوتي بي غيكون حتى هو هيتيروزيغوت لاحظتوا هنا ما بقيتش كنهضر على لو سيكس هنا بينت لو سيكس حيت بينوهم لا هما في الاول مي دابا سي بيسكو سي با ليو سيكس سي با لا بين بقى نحدد واش مال ولا فيمال دابا من ساليت لي جينوتيب كنكتب هنايا غاميت الوغ شنو هما لي غاميت اللي غينتجوا لنا هذا هذا غينتج لنا 50% كتقسم على جوج هادشي كامل راه شارحاه في الدرس في يوتيوب غران بي بوتي بي 50% دي غاميت غيكون عندهم غران بي اي كنكتب اي 50% دي غاميت غيكون عندهم بوتي بي تندير هنايا فاصله كاين اللي كيدير في ماشي مشكل 50% حتى هذا نفس الشيء 50% ديال لي غاميت عندهم غرون بي اي عاوتاني 50% دي غاميت غيكون فيهم بوتي بي دابا وصلنا لاخر ايتاب اللي هي لا فيكونداسيون كنكتب فيكونداسيون وكنجي هنا كندير كنكتب لهم ايشيكيي دو كروازمون وكنجي هنا كنرسم ان غرون ايشيكيي وما تبقاوش تزقرموا على الورقه وتكتبوا ايشيكيي صغيور ويجيكم داك دحس دونك هنايا كنجي نكتب لي غاميت ديال لو بروميير بارون هنا و لي غاميت ديال لو دوزيام بارون هنايا دونك هنا غيكون عندي غير ربعه ديال لي كاز بركه دونك هنا غران بي لا بوتي بي هنا غران بي وهنايا بوتي بي وغنلاقي لي غاميت ديالي دونك غران بي مع غران بي وخلي واحد البليصه فين نكتب فينوتيب هنا هذا مع هذا من نلاقيهم ديما نحاول ندير دومينو الفوق والغيسيسيف لتحت هذا من نلاقيهم هنايا ديما نحاول دابا يتلاقاو لنا هنا غون بي مع بوتي بي دونك حنايا غير في الكتابه ديالنا كنحاولوا اننا نديرو ديما الدومينو الفوق والغيسيسيف لتحت هذا مع هذا بوتي بي لا بوتي بي مازال ما سالينا كنجي هنا كنعطي كل واحد فينوتيب اللي غيظهر لي دونك غون بي غيبان ليا غون بي هنا غيبان ليا غون بي هو الدومينو حتى هنا غيبان لنا غون بي مع بوتي بي غيبان غون بي وهنا غيبان لنا بوتي بي دابا كيفاش كنجاوب هنا في لو كا ديال لو جين ليتال كنجي للسطر وكنقول لهم اون ا اوبتونو داكور كتكتب اون ا اوبتونو او لا تقول لهم لا لي ريزولتا تيوريك حيت هادو كيتسموا تيوريك نظريه غير حنايا اللي كنصاوبوهم غران بي شحال النسبه ديال غران بي 1 2 3 على شحال شحال من كاز عندك 4 دونك 3 على 4 اي بوتي بي شحال عندي منها 1 لو توتال هو 4
Donc, واحد على أربعة. كتقول لي ريزولتات تيوريك سون غران بي تلاتة على أربعة بتي بي واحد على أربعة. حنا دايما آخر حاجة كنقفلوا بها ليكزارسيس ديالنا هو كنشوفوا واش لي ريزولتات تيوريك كونكورد تتوافق تتناسب مع لي ريزولتا اكسبيريمونطو. دابا هذه تجربة هما زاوجوه وولدوا ليهم هادشي داروها في التجربة. فهنايا شنو غتقول لهم من غتكتب لهم هاد لي ريزولتا تيوريك سونت ايتترا في الاخر خصنا نديرو واش كونكورد ولا لا. ولكن كيبان لي 3 على 4 1 على 4 وهنا 1 على 3 2 على 3 صافي دير كوا صافي دير انا في التيوريك خرجوا لي 4 هاد الحالات ياك 4 هاد الحالات 3 منهم غران بي واحد منهم بيتي بي. الوغ كو هنا شنو معنيت هاد 1 على 3 2 على 3 خرجوا لهم غير 3 هاد الحالات جوج منهم غران بي فاس نوار وحده منهم بيتي بي فاس غريز. يعني واحد الحاله ما كايناش يعني ماتت. دونك هنايا شنو كنجي نكتب في الجمله ديالي كنكتب اون ريمارك لي ريزولتا تيوريك ne concorde pas avec les résultats expérimentaux. Donc, on a le cas d'un gène létal. Donc, donc, on est dans le cas d'un gène létal qui est, deux points, grand B, la grand B, le génotype. Et donc, les résultats deviendront, بمجرد ما كتضرب عليه راه كافي تبين الاستاذ بان هذا سي ان جيل ليتال. كتكمل الجمله ديالك وكتقول دونك اون اورا ميتنون لي ريزولتا سويفون وكدابا غتحسب لي ريزولتا من جديد مادام دابا هذا حيدناه. يعني دابا شحال عندي من غون بي واحد جوج شحال عندي من كاز ثلاثه غتكتب لهم غون بي تساوي جوج على ثلاثه او بوتي بي تساوي واحد لا ثلاثة وكتبين باللي دابا عاد حصلنا على لي بورسونتاج اللي حصلنا عليهم في التجربة في لي ريزولتا اكسبيريمونطو. دونك دابا ساليت مع لو بروميي كروازمون غنمشي لو دوزيام كروازمون. دونك عاوتاني غير كنرجع للستار كنبين ليهم دوزيام كروازمون تقدر تسمي تا هو بي فوا بي الاخرين تسميو مثلا بي ان فوا بي ان ولا تسميو بي دو فوا بي دو اولا ما تسمي تكتب حتى حاجه ماشي مشكل. دونك هنا فينوتيب دابا نبدا نسرع شويه مابقاش نكتب كلمه كامله. دونك هنا شنو دارنا مال افاس نوار و فيميل افاس غريز. دونك غادي نكتب مال افاس نوار اللي رمزنا لها غون بي و فيميل افاس غريز اللي هو بوتي بي. دونك دابا لو جينوتيب قلنا غون بي دائما hétérozygote ou le récessif d'hymen homozygote. شنو عندنا هنا من بعد عندنا لي غاميت الرمز ديال غاميت. دونك هذا شحال غيعطيك من غاميت جوج غون بي اي بوتي بي ودائما كتبوا النسب كل واحد خرجوا لك جوج الغاميت 100 مقسوم على جوج هي 50% فصيلة. هذا شحال غيعطيك من غاميت كاع لي غاميت غيكون فيهم بوتي بي دونك 100% بوتي بي. نقدر ما نديرش هنايا لي شيكي هذا لا يعني ان حيت كتبوا لي في الامتحان جوستيفي افيك لي شيكي خصني عاوتاني ندير هنايا جدول راه بحال جدول بحال لقيتي بالاسهم. دونك هنايا ندير اما هاد الغاميت يتفيكوندا يتخصب من طرف هذا اما يتخصب من طرف هذا. دونك هنا غنكتب فيكونداسيون ونجي نلاقي لي غاميت ديالي اللي كيدوخو هاد الاسهم يدير لي شيكي. دونك هنا غران بي مع بوتي بي ديما دومينو الفوق والريسيسيف التحت وهنا عندي بوتي بي على بوتي بي. دونك هنايا هذا سي كال فينوتيب سي فينوتيب غران بي وهذا غير خرج لنا فينوتيب بوتي بي خرجوا لنا غير جوج 100 مقسوم على جوج يعني هذا 50% وهذا 50% و بيان سور دائما كنسد الانتربريتاسيون كروموزوميك ديالي هو كنشوف واش لي ريزولتا تيوريك كونكورد افيك لي ريزولتا اكسبيريمونطو. دونك خرجت لهم 50% غران بي 50% بوتي بي ها هي 50% غريز اللي هي غران بي و 50% نوار اللي هي بوتي بي. دونك اخر جمله غادي نكتب بان لي ريزولتا تيوريك كونكورد افيك لي ريزولتا اكسبيريمونطو. فوالا دونك هكا نكونو سالينا ليكزارسيس الاولاني. غندوزو دابا ليكزارسيس الثاني. دونك حاولت نجيب لكم هنايا ان اكزارسيس اللي فيه المونو ايبريديزم حيت المونو ايبريديزم الحقيقه قليل فين كيتحط الاكتريه كيتحط دي ايبريديزم فحاولت نخدم معكم هنا مونو ايبريديزم ونخدم معكم لو كا ديال جان ليتال باش كل مره نحاول نخدم معكم ان كا في لي لوا دو ماندل. دابا غنمشيو ندوزو لدي ايبريديزم. Bien.
Alors, l'exercice ديال دي هيبريديز كي قلت لكم حتى هذا راه 2016 غتراباج الدوره الاستدراكيه ديال الاس في تي و بيان سور هاد لي لوا دو ماندل راه يخدموه بي سي و اس في تي و سيونس مات دونك هنا نكمل l'exercice 2. Alors, dans le cadre de l'étude de la transmission de certains caractères héréditaires ainsi que l'effet de certains facteurs, on suit la transmission de deux caractères, la couleur du corps et la couleur des yeux. C'est deux caractères, couleur du corps, couleur des yeux. Madame a dit couleur dit le corps, la couleur dit les yeux. Donc, ce sont deux caractères différents. Ou le jisme. Donc, là, on est dans le cas de dihybridisme. Chez une espèce de moustique, en réalisant les deux croisements présentés dans le tableau du document 1. Alors, là, il y a des croisements comme les croisements sous forme de phrases et de paragraphes, mais le mieux est que vous les changez en des petits schémas pour qu'ils soient plus faciles. Vous voyez comment je vais dire d'abord. Alors, croisement, le premier croisement entre des moustiques de phénotype sauvage ou canbda. كنمشي للوسخ ديالي هكا في الامتحان وما نضيعش الوقت حيت الا بقيت كنقرا ونرجع ونعاود عاوتاني نقرا غنضيع الوقت دونك في الامتحان ديالي كنحط قدامي الكروازمون وكنبدا نكتب على شكل دي شيما الوغ شنو قالوا ليا بروميي كروازمون دابا انا في الوسخ غندير بحال هكا بروميي كروازمون انتري دي موستيك دو فينوتيب سوفاج كور غري اي دي زيو برون دونك غري او برون نكتبهم بحال هكا معامن دي موسيك اكور نوار اي دي زيو كلير اها اشنو لي ريزولتا اوبتونو قال لك تو لي انديفيدو دو لا جينيراسيون اف 1 دونك اف 1 وما قال لك تو لي انديفيدو يعني النسبه 100% مالهم سون دو فينوتيب سوفاج يعني كور غري اي دي زيو برون كور غري اي دي زيو برون صافي دابا ما نبقاش نرجع نقرا هاد التكست غنبقى نرجع غير للوسخ ديالي وندرس هاد لو شيما نمشي دابا نشوف لو دوزيام كروازمون لو دوزيام كروازمون انتر دي فيميل دو اف 1 دونك داروا ما بين اف 1 وشكون اي دي مال اكور نوار اي دي زيو كلير كور نوار اي دي زيو كلير اشنو حصلوا في لي ريزولتا لي ريزولتا حصلوا على 698 غري اي برون ونبدا نحول هادشي كامل بسرعه 712 نوار اي كلير و 290 والاخرى 282 غري كلير واخيره نوار برون صافي دابا ما بقاش نضطر نرجع لهذاك لي باراغراف باش ما ندوخش الوغ السؤال الاول Que déduisez-vous des résultats du premier croisement? Donc, je n'ai pas de soucis. Je n'ai pas de soucis. Que déduisez-vous? On a les syntagètes, on a les معلومات اللي تقدروا تخرجوا من فقط طلبوا منك فقط le premier croisement. Donc, شنو المعلومات اللي نقدر نخرج من le premier croisement? كيف ديما نرجع ونبدا اول عريضه دونك دابا غنشوف غير le premier croisement اول عريضه شنو غادي نهضر l'hybridisme. Donc, on étudie la transmission de deux caractères, déjà la couleur dit le corps et la couleur dit les yeux. Donc, on est dans le cas de dihybridisme. C'est l'hybridisme l'arrêta ou la dîme dit ou le hajan de kalam. Tani arrêta ramchin chouf. Ashnehia, comme chin chouf, la première loi de Mendel, est-ce qu'elle est vérifiée? Donc, qui s'alterait à la génération? S'alterait à homogène. Koulhom, koulhom, handhom, jisme, un corps gris et des yeux. La couleur d'Yaloum prune. Donc, Radingoul, on a obtenu une génération F1 homogène. Donc, la première loi de Mendel est vérifiée. Ainsi, les parents sont de race pure. D'abord, les parents d'Yali, sont de race pure. Donc, sont de race pure, ils sont homozygotes. ثالث حاجه اش كنمشي نشوف كنمشي نشوف شكون دومينون وشكون الريسيسيف دونك هنايا الجمله ديالي كيفاش غنقولها انا دابا مع راسي اش كيبان ليا زوجنا غري برون مع نوار كلير خرجتنا غري برون دونك هادو اللي كيظهروا لنا هما اللي غيكونوا دومينو وهادو اللي ما بقاوش كيظهروا غيكونوا هما الريسيسيف ولكن الجمله اللي غتكتب اشنا هي كتقول لا جينيراسيون اف 1 اوبتونو اي كونستيتوي توت دانديفيدو ا كور غري et aux yeux avec la couleur prune.
زيو برون داكور دونك هنايا كتبين ليهم ها لا جينيراسيون اف ان اللي حصلنا عليها وكتزيد دونك لاليل ريسبونسابل دو لا كولور دو كور غري اي دومينون La couleur grise du corps est dominante. Comme je vous le dis, le rhomus est en train de se faire. Donc, le rhomus est en train de se faire. Je vous le dis, il y a un peu de l'exercice ou le fait. Donc, grand G et petit G pour les allèles du gène responsable de la couleur du corps. Grand M, petit M, بالنسبة la couleur des yeux. Donc, d'abord, on va parler de le corps, on va utiliser le grand G ou petit G. Qu'est-ce qu'on va dire? L'allèle, donc l'allèle responsable de la couleur grise du corps est dominant et on le symbolise par grand G. Alors que l'allèle responsable de la couleur noire du corps est récessif et on le symbolise par petit G. Quand c'est libre avec l'allèle, avec le gène, ديال لو كور وعاد ندوز لو جين ثاني كنرجع السطر عريضه ثانيه لاليل ريسبونسابل دو لا كولور برون دي زيو اي دومينون وهنا عطينا لهادوما ديال لا كولور دي زيو اي اون لو سيمبوليز بار غران تام alors que لاليل ريسبونسابل دو لا كولور كلير دي زيو اي ريسيسيف اي اون لو سيمبوليز بار بيتي تام داكور دونك هكا كنكتبوا l'analyse ديالنا concernant la dominance. Quelle est la règle que ça ne dit pas dominance complète? Brigitte dit on est dans le cas de la dominance complète. Ou tu peux dire l'allèle. Yani on a obtenu une génération F1 toute constituée d'individus à couleur dont le corps a une couleur grise et des yeux prunes. Donc on est dans le cas de la dominance complète. Donc tu as dit l'allèle responsable. Tu as dit que tu as dit que tu as dit que etc. هذا دابا فيما يخص السؤال الاول داكور دابا حنا جاوبنا على كو ديدويزيفو دي ريزولتا دو بروميير كروازمون دابا نمشيو للسؤال الثاني اون اكسبلويتون لي ريزولتا دو دوزيام كروازمون مونتري سي لي دو جين سون ليي او انديبوندون puis donner l'interprétation chromosomique des résultats de ce croisement en vous aidant d'un échiquier de croisement. Donc, si en exploitant, il y a des analyses. Mais en même temps, il faut montrer si les gènes sont liés ou indépendants. Donc, automatiquement, il faut faire une analyse dans le deuxième croisement. Il faut faire l'analyse où on joue en même temps, on bine en même temps, où les gènes sont liés ou indépendants. On a une interprétation chromosomique des résultats de ce croisement. En vous aidant d'un échiquier de croisement. Alors, qu'est-ce que nous avons? Les deux caractères sont récessifs. شنو هو ان كروزمون اف ام مع بي ريسيسيف فهنايا بزاف الاسئله اللي كنتلقاها شنو الفرق ما بين ان كروزمون تيست اولا بلونغلي تيست كروس والفرق بيناتهم مع باك كروس بلونغلي اولا اون فرونسي ان كروزمون روتور راه ماشي ربعه ديال لي كروزمون راه غير جوج غير هذا السميه بلونغلي فرونسي وهذا السميه ديالو بلونغلي وفرونسي الوغ شنو الفرق بيناتهم اول حاجه البوان اون كومون بعدا بيناتهم انهم بجوج بهم لا كروزمون تيست ولا كروزمون روتور بجوج بهم كنديروه اف 1 مع ان بي ريسيسيف اولا ماشي بالضروره اف 1 ان هيتيروزيغوت مع ان بي ريسيسيف اولا ان دومينون هيتيروزيغوت مع ان بي ريسيسيف دائما داكور لا في هذه الحاله ولا في هذا الكروزمون غير هنايا إلا خديت F1 وزوجتو مع نيمبورط كيل بي ريسيسيف يعني دابا أنا في اللابوغاتوار ديالي إتسيتيرا خديت هاد الموستيك F1 وخديت واحد الحشرة أخرى نيمبورط لاكيل بي ريسيسيف اللي عندها عين الجسم ديالها نوار وعينيها كلوغ ودرت الكروزمون شفت النتائج شنو غيخرج فاش كناخد أي واحد وكنزوجو معاهم فكيتسمى أن كروزمون تيست لأن أصلا علاش كنسمي كروزمون تيست لأن سي ان تيست بحال اللي زوجتهم ومن خلال النتائج اللي غيخرج لنا غادي نكتشف بزاف د الحاجات غنكتشف واش لي جين سون لي ولا انديبوندون شي حاجات اخرى نتوما هاد العام كتعرفوا غير لو بوت ديال لو كروزمون تيست في لو دي هيبريديزم سي دو سافوار سي لي جين سون لي او انديبوندون سافوار هاد لو دومينون واش هيتيروزيغوت ولا هوموزيغوت عقلوا على هادشي
شنو هو باك كروس؟ باك كروس هو كناخذ اف 1 ولكن داك البي ريسيسيف اللي غنزاوج معاه اللي غنكروزي معاه شكون هو؟ هو واحد من ابوين ديالو واحد من لي بارون يعني غناخذ هذا ياك هادو هذا هو اف 1 ياك هو هذا وغنزوجو مع هذا بالضبط مع واحد من الابوين ديالو غناخذ هاد لا موستيك هادي هاد الحشره هادي وغنزوجها معاهم دونك الا خديت هادي بالضبط كيولي سمي تو باك كروس ولا كروزمون روتور علاش روتور لانني رجعت اللور رجعت الاب ديالو وزوجته معاه متفقين دونك هنايا راه نفس الشيء راه هذا ولا هذا راه كندير اف ام بي ريسيسيف ولكن الا خديت الاب ديالو رجعت اللور خديت الاب ديالو فكيتسمى باك الرجوع باك كروس اولا كروزمون روتور اما بجوج بهم الهدف ديالهم راني ذكرتو شنو هو دابا نرجعو شنو غنديرو في الاناليز وكيفاش غنبينو واش لي جين سون لي ولا انديبوندون كتقول اف 1 اون ا Le deuxième croisement a été effectué entre qui ? Entre F1 et un bi récessif. Donc, c'est un croisement test. ماشي بالضرورة تقولوا باك كروس حيت حنا ما عارفينش شكون هو هذا ما قالوش لنا راه زوجنا مع احد الابوين بلا ما بقاو نتفلسفوا اليوم سهلوا عليكم الامور اف 1 مع ان بي ريسيسيف دونك سي ان كروزمون تيست اولا ان تيست كروس بغيتي تقولها بالفرنسي ولا لونجليش اللي بغيتي اي اون ا اوبتينو لي ريزولتا سويفون هكا كنكتب الجمله اي اون ا اوبتينو لي ريزولتا سويفون 4 phénotypes différents avec des pourcentages 4 phénotypes différents avec les pourcentages suivants وكتمشي وكتحسب لي بورسونتاج في الاناليز كيفاش كنحسب لي بورسونتاج كل واحد غنحسب له النسبه المئويه ديالو دابا مثلا نعطيه مثال واحد غنحسب هذا بورسونتاج ديالو كنرجع كندير كندير بالرموز لان دابا حنا عرفنا الرموز غري اي برون كندير جي و ام ياك غري اي بروم هما غران جي غران ام تساوي نحسب لهم 698 مقسوم على التوتال شنو هو التوتال يعني 698 زائد 712 زائد 290 زائد 200 شحال هادي 282 الكل مضروب في 100 وحسبها بالكالكولاتريس ديالك غادي تلقى دونك انا ديجا حسبتهم 35.21% ونفس الشيء بالنسبه للاخرين كل واحد فيهم غتحسبوهم دونك انا ديجا حسبتهم باش ما نضيعوش الوقت والاخر كيبان لكم ياك والاخر بوتي جي غران تام اتينا 14.22% كتحسبوهم الله يرضي عليكم وكتمشي وكتكمل الجمله ديالك دونك شنو قلت في الجمله الاولى لو دوزيام كروزمون ا ايتي افيكتوي انتر اف 1 اي ان بي ريسيسيف دونك سي ان كروزمون تيست اي اون ا اوبتينو 4 فينوتيب ديفيرون افيك les pourcentages suivants, deux points, on se met à calculer, on se dit les phénotypes parentaux, il y a qu'à donner les phénotypes parentaux, gris et prune, ha huma, عند الأبوين الأولين gris et prune, ou noir ou clair, ha huma, noir ou clair, عند الأبوين هادو دابا هما les parents, donc هادو هما les phénotypes parentaux, هادو هما اللي غتكونوا لجدات تخلطوا لنا, donc غادي تقول لهم les phénotypes parentaux ont des proportions élevées, 35%, 35%, et les phénotypes recombinés ont des faibles proportions, 14%, 14%. Donc, hena, min kayrouj lik had el hala hadi, katkemmel ljoumla w katqoul, donc la troisième loi de Mendel n'est pas vérifiée, ainsi les gènes sont liés. وانت راه كنت عطيتكم واحد الخطاطه في الدرس ديال اليوتيوب غادي نكتبها بسرعه هنايا باش كنعرف لي جين سون لي ولا انديبوندون انطلاقا من لو تيست كروس دونك هنايا مي كيعطوك اف ام هبي ريسيسيف عندك ثلاثه د الحالات اما غيخرجوا لك ربعه ديال لي فينوتيب افيك لي ميم بورسونتاج 25% 25% 25% كتقول باللي لا بروميير باردون لا ترويزيام لوا دو ماندل اي فيريفيي Donc, les gènes sont indépendants. Juge halat l'ukhrin. Qui khujou l'ka outenir pas les phénotypes. Voilà qu'il l'a. Juge avec des proportions élevées. Juge avec des faibles proportions, le faible pourcentage. Bhal le cas d'yel nehnaya. Qu'est-ce qu'il y a la troisième loi de Mendel n'est pas vérifiée. Donc, les gènes sont liés. Bhal l'ukhra. Qui khujou غير جوج ديال البورسونتاج 50% 50% لا ميم شوز الا خرجت لك الحاله في هاد الكروزمون اف ان فور بي ريسيسيف كتقول ثوازيام لوا دو ماندل حتى هي ني با فيريفيي دونك لي جين سون ليي ولكن علاش هنايا بجوج بيهم سون ليي ولكن مره خرجوا لي ربعه مره خرجوا لي جوج الوغ هنا اون دو بريسيزي الا خرجوا لك ربعه لي فينوتيب يعني حدث لك الكروسين اوفر حدث لك البراساج انترا كروموزوميك يعني سكون ابل ان لانكاج ريلاتيف يعني لي جين
لاصقين ولا لاصقين يعني بورتي بار لو ميم كروموسوم كاين بعادين على بعضياتهم كنقولوا ان لانكاج غولاتيف. فاش كيكونوا بعادين على بعضياتهم احتمال كبير انهم يتخلطوا ويحدث بيناتهم كروسين اوفر. هنايا فاش كيخرج لك 50% 50% معناتها ما حدثش الكروسين اوفر سيتادير كنسميوه ان لانكاج ابسولو. Alors, linkage absolu, je me dis ça, les deux gènes diels portés par le même chromosome, on les connaît très bien, bah, ils sont faits. نسبة قليلة جدا إلى منعدمة أن يحدث بهم كروسين أوفر ولا يتخلطوا ولا يتباعدوا على بعضياتهم. دونك حنا هنا داكور دونك هذا خصو يكون محفوظ. الوغ هنايا شنو قلنا؟ كنقول لي جين سون لي وتنكمل مادام خرجوا لنا كيقول لنا ربعة لي فينوتيب غتكتب غتزيد كلمة افيك ان لانكاج غولاتيف. ولا نسيتي على لانكاج غولاتيف قول لهم افيك لا بريزونس دان كروسين اوفر افيك لا بريزونس دان براساج انترا كروموزوميك. داكور هي من الاحسن تقول لهم لانكاج غولاتيف باش كتبين بلي راك ضابط الامور. دونك فوالا هذا لاناليز. لان شنو قالوا لنا في السؤال؟ En exploitant, montrer si les deux gènes sont liés ou indépendants. Donc, on a bien dit comme qui fait dans l'exploitation, le jour là qui fait une petite boue, je bien fait l'achir, puis on a les gènes sont liés. Et ou à d'abord, à dramchi, on dit. Ou est-ce que tu m'as dit, s'il vous plaît, la. T'as boue, dit tout, mais je te bouge que tu m'as dit ou là. Il a que tu m'as dit ou que tu fous, s'il vous plaît, fais signe. Faites signe, que tu m'as dit, d'accord. داكور تمشات الكونيكسيون ولا ما عرفتش شنو وقع. يلا نكملوا ليكزيرسيس قبل ما يوقع لنا عاوتاني شي بروبليم بحال هذا. سي بون داكور سي بون. الوغ قلنا دابا نمشيو نديروا لانتربريتاسيون كروموزوميك. وصلنا لاخر بارتي في السؤال ديالنا. دونك طالبين مني لانتربريتاسيون فقط ديال لو دوزيام كروزمون. الوغ كنبين لو دوزيام كروزمون راه باين بان اف ام ان بي ريسيسيف كنكتبها ليهم هنا. كنمشي للفينوتيب و كندير لي فينوتيب ديالهم. دونك اف 1 راه قالنا عطينا هنايا كور غري اي دي زيو برون. دونك ديما نحط قبالتي داكشي اللي درت مطلق ها هو كور غري اي دي زيو برون ديال اف 1. دونك غران جي غران تام ها هي غران جي فاصله غران تام. ضروري دير فاصله. كدير فاصله يعني هذا جين بوحدو هذا جين بوحدو. الا ما درتيش فاصله راه كتمشي لك غلط. Le birécessif, yani l'حروف صغار, petit g ou petit m. Donc le génotype, le F1 est toujours hétérozygote. Donc là, il y a des exercices, les mecs, je me dis le premier croisement, à dès le deuxième croisement, d'accord. Donc le premier croisement, il a matelbouche lié, mais pas la halle, matelbouche mini-chain, le deuxième croisement. Enfin, maintenant, je me suis dit, si je me suis dit, alors, quand on sait le premier croisement, je vais F1 qui d'ailleurs, F1 est toujours hétérozygote. D'accord? Donc, là, les gènes sont liés, ou F1 est toujours hétérozygote. Donc, lié à Huma, les gènes sont portés par le même chromosome. Hétérozygote, il y a un grand G, il y a un petit G, ou il y a un grand M, il y a un petit M. C'est hétérozygote. هنايا الهوموزيغوت الريسيسيف قلنا اي توجور هوموزيغوت بحال بحال هنا بيتي جي بيتي جي بيتي تام بيتي تام. داكور نكملو كونجي هنايا دابا لي غاميت. الوغ هنا ردوا البال فاش هنا شنو قلت لكم خرجوا لنا ربعه د لي فينوتيب. قلنا فاش كيخرجوا لنا ربعه د الفينوتيب صافي دير كو عندنا الكروسين اوفر. فهنايا من جيت تخرج لي غاميت دير البراساج انترا كروموزوميك وتخرج ربعه ديال لي غاميت. سمعوا مزيان في الحاله الثانيه كخرجوا لكم غير جوج ديال لي فينوتيب خرجوا لكم غير 50% 50%. هنايا قال لكم هنا خرجت غير 50% 50%. ففاش غتجي دير هنايا لي غاميت ما غاديش البراساج غتقول لهم لي غاميت اما غاميت في غران جي غران تام بنسبه 50% وغاميت في بيتي جي بيتي تام بنسبه 50%. متفقين؟ دونك هنايا ردوا البال هاد القضيه هادي. دابا حنا هنا خرجوا لنا ربعه الفينوتيب يعني حدث لينا الكروسين اوفر فاجي نديروا الكروسين اوفر. دونك اما كنقول اما غيبقى غران جي مع غران تام هالغاميت الاول اما يقدر يتخلط لينا غران جي مع بوتي تام. هاد القضيه ديال التخلط هو البراساج انترا كروموزوميك اولا الكروسين اوفر. يقدر يتخلط لنا بوتي جي مع غران تام دونك كروسين اوفر اولا براساج انترا كروموزوميك. كيف يقدر يبقى لنا بوتي جي مع بوتي تام بوتي جي مع بوتي تام.
اسمعوا مزيان عاوتاني هذه النقطة هذه. شوفوا لي جامي تخرجكم ربعة، ما عندكمش الحق تقولوا بالمرة أن كل واحد نسبة ديالو 25%. عندكم الحق تقولوها في لو كا ديال لي جان انديبوندون، لو كا ديال لي جان لي ما عندكش الحق تكتب 25%. شنو غادي تكتب؟ غادي تكتب هاد النسب اللي حسبتي قبيله، داكشي اللي قلت لكم ضروري تحسبوها في الاناليز، لان في الاناليز خصكم تبينوا بان عندكم دو بورسونتاج الفي دو بورسونتاج فابل، وهنا كتعاودوا تكتبوا. دونك غران جي غران تام خرجتنا 35.21%، غران جي بوتي تام خرجتنا 14.63%، بوتي جي غران تام ها هي بوتي جي غران تام خرجتنا 14.22%، بوتي جي بوتي تام ها هي حسبناها خرجتنا 35.92%. دونك تتمشيو تكتبوا لي بورسنتاج اللي حسبتو قبيله في او لا فاصله، وكتجي هنايا هذا 100% petit g petit m. دونك هنايا اخر حاجه وصلنا ليها لا فيكونداسيون، كتكتب ايشيكي دو كروازمون، كتجي كترسم لي شيكي ديالك. دونك هنا عندي ان سول غاميت غنجيبو هنا بوتي جي لا بوتي تام، وهنا عندي ربعه لي غاميت غادي نكتبهم هنايا غران جي غران تام، غران جي بوتي تام، بوتي جي غران تام، بوتي جي بوتي تام. دونك هنا من غنلاقي لي غاميت هذا توجور ريسيسيف غنبقى ديما نحطو لتحت بوتي جي بوتي تام، هنا غران جي غران تام، غران جي بوتي تام، هنايا دايما هذا بوتي جي بوتي تام لتحت، هنا عندي بوتي جي غران تام عاوتاني بوتي جي بوتي تام لتحت، اي فوالا بوتي جي بوتي تام. وردوا البال هنا عاوتاني كيفاش غنديروا البورسنتاج، هنا غران جي غران تام يعني المظهر الفينوتيب اللي غيبان غران جي غران تام، هنا غران جي بوتي تام، بوتي جي غران تام، وهذا بوتي جي بوتي تام، والنسب اللي غتحطوا خرجكم ربعه الفينوتيب، ما غتقولش لي هذا 25 25، فهنايا غتمشي تعاود تكتب هاد النسب هادو النسب، فغتشوف هنايا هاد الحروف تقلب عليهم هنا وتكتبهم. دونك غران جي غران تام 35.21%، غران جي بوتي تام اللي هو هذا 14.63%، هذا 14.22%، وهذا 35.92%. اي فوالا كوم سا. دونك هذا في لو كان لي جان لي كتعاود تكتبوا هاد النسب، ردوا البال مزيان لهاد النقطه هادي. اما في لو كان ديال جان انديبوندون كيخرجوا لك ربعه لي غامات، شحال ما خرج لك كتقسم 100 على داك لو نومبر وكتخرج لي بورسونتاج ديالك عادي. فوالا دونك هكا غنكونوا خدمنا اليوم لو كا ديال مونو هيبريديزم وديال دي هيبريديزم، خدمنا لو كا ديال لو جان ليتال ولو كا ديال لي جان ليي. دونك ان شاء الله نحاولوا لي سيونس بروشان باذن الله. دابا نحدد لكم عاوتاني كيف ديما في يوتيوب، ديما تسناوني في يوتيوب نعطيكم امتى يكون لو بروشان لايف وشنو غادي نخدموا فيه. دونك ان شاء الله غالبا غنعاودوا نكملوا لي لواد ماندال، نخدم معكم لو كا ديال ليي او سكس وشي كا ديال جان انديبوندون فوالا، وعاوتاني نبدلو شويه ونخدمو حاجه اخرى ان شاء الله. المهم ان توكا راه غنعلمكم في يوتيوب في لو لايف. دابا غنعطيكم واحد 5 دقائق ماكسيموم اللي عنده شي سؤال فيت في نجاوبو بسرعه. دابا نشوف ان شاء الله شي كا ديال كودومينونس. مرحبا هشام بكل فرح. دي زيكزارسيس بلو ديفيسيل. 2017 غاتخاباج. دابا نشوف غنخدم معكم ان شاء الله شي اكزارسيس ديال لو موسكل، وغنخدم معكم ان شاء الله اكزارسيس ديال الجينيتيك ديال لاي ار ان ميساجي لا دي ان لي بروتيين. ديك لا كيسيون الأخيرة اللي كتكون ديال جين بروتين كاركتر نوريكم كيفاش تجاوبوا عليها إن شاء الله. لا شكرا على واجب. ألوغ هنا في هاد لو كا هادا ديال لي جين ليي، ما سي با لا بان نكتبو بأن لي جين بأن لي ريزولتا تيوري كونكورد افيك لي ريزولتا اكسبيرمونطو، بيسكو حنا لي خدينا دوك لي ريزولتا وحطيناهم هنايا. ولكن في واحد الامتحان
كتبوها في لا ريبونس اللي عطاونا حنا الاساتذه، كتبوها في لو جين ديال لي الكا ديال لي جين ليي، جاو حتى الاخر وقال لك لي ريزولتا تيوريك كونكورد افيك لي ريزولتا اكسبيريمونطو. فوليت انا كنصح التلاميذ ديالي رغم انها غير منطقيه ولكن خوفا انهم يضيعوا النقاط، كنصحهم انهم في الاخر ديال هذه الجمله واخا في الاخر ديال لانتربريتاسيون كروموزوميك ديال لي كا ديال جين ليي كتبوا ديك الجمله، طلبوها راه تحسب لكم، ما طلبوهاش راه الاستاذ ما غيديهاش فيها. هاد السؤال ديال شنو يقدر يتحدد العام، انا ماشي عرافه اللجنه راه سادين عليهم، راه خدامين كيصاوبوا ليكزام، حنا ما عندنا حتى معلومات شنو غيتحدد العام. الله يرضي عليكم هادو دي كيسيون. ما كومون ديتيرمينان كروسينوفر راني شرحتها في اللايف، قلت لكم مين يخرج لكم ربعه لي فينوتيب اف ان فوا بي ريسيسيف، خرج لكم ربعه لي فينوتيب جوج بنساب كبار جوج بنساب صغار، حدد كروسينوفر خرج لكم 50% 50%، ما حددش كروسينوفر راني ذكرتها. لا شكرا على واجب، لا شكرا على واجب. براساج انتراوي داك لو شيما ديال البراساج، واخ دابا نشوف شي اكزرسيس نديرو معاكم. الا كاينين دي كيسيون فهاد الشيء دابا اللي خدمنا اليوم، اما شنو غنخدم معاكم ديك الساعه انا غادي نشوف ان شاء الله. فوالا دونك جو بونس ما بقاوش دي كيسيون كونسيرنون هاد التمارين اللي خدمنا دابا. براساج انتر كروموزوميك كتكون 50 سي ان براساج. الا زكريا لو براساج انتر كروموزوميك تيكون في لو كاب فقط ديال لي جين انديبوندون، و لو كاب ديال لي جين لي تيكون عندنا في هاد الحاله هادي مثلا براساج انترا كروموزوميك. عقل عليها انديبوندون، عندنا براساج انتر كروموزوميك راه نخدم معكم هاد التمرين، و لي كيكون عندنا انترا كروموزوميك. بالنسبه ليكزرسيس ديال بوليسيون ديال جيولوجي غنخليهم اخر حاجه، اما نخدموهم اما لا ما نكتبش عليكم، لان بغيت نخدم معكم لي زيكزرسيس لي يستافدو منهم اي لي اس في تي اي لي لي بي سي، ودابا بديت بالواد ماندير باش يستافدو حتى لي سيونس مات معاكم ان شاء الله. كومون فير لا ديفيرونس انتر جين لي اي جين انديبوندون. الوغ مروه هذا السؤال راني جاوبت عليه في اللايف، راه غنخلي ان شاء الله حتى ترجعي وتشوفيه. دو فوا بور مونتري اسكو اون تراس لي شيكي دو فوا بور مونتري لو جين؟ لا لا اون لو تراس با دو فوا، راني وريتكم راه ملي ترجعوا اللايف ان شاء الله انا نشوف نخليه وتشوفوا كيفاش كنبينوا بان لو جين لي طال. Aux indices pour savoir si le gène est lié au sexe. Kenza, بالنسبة للسؤال ديالك واش الجين لي او سكس، راني حاطه في يوتيوب لي 3 انديس ان شاء الله ملي نخدم معاكم تمرين ديال لي او سكس غنعاود نذكرهم. سوفاج هشام كتاني هو اللي كان موجود في الاصل، هو اللي تخلق الاول، وميوتي يعني هذاك لو جين اللي تخلق في الاول بدات كترا في ميوتاسيون بداو كيبانو فيه اشكال جداد. دونك لو سوفاج هو الاصلي وميوتون هو اللي بدا كيظهر ابري لي ميوتاسيون باش كيبداو يظهروا لنا دي فينوتيب جدادين. امتى كنقولوا بلي هنا باك كروس؟ ما كنقولوهاش ما كنقولوهاش، ديما نقولوا تيست كروس خرجوا من باب واسع. لا 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 ماشي صافي، الا كان سوفاج راه غاس بيغ نو با دو تو. غتبقى تقولوا هاجر هاجور، غتقولي تيست كروس والسلام، ما تبقاش توخوا راسكم واش باك ولا ماشي باك.
Bon, yallah, je mets juste vidéo tout espérant il télécharge facilement sur YouTube. Je vous laisse maintenant. Laissez Omorcom, Inch'Allah, ça droit au tennis sur YouTube. N'attendez la séance prochaine, Imtaratkoun, ou je n'aurai rien à faire, Inch'Allah. Yallah, salam alaikum.